أعرابي، يعني شخص غير ليس فيه طباع أهل الحضر، يعني مش متمدن. فدخل المسجد فأحب أن أحب هذا الصحابي أنه يقضي حاجات، فتبول في حائط على حائط من حوائط المسجد، فهم الصحابة به يعني هيمنعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية لا تزرموه، ومعناها فسرته الرواية الأخرى أي لا تقطعوا عليه بولاته. الله، ما تقطعوش عليه بولاته، بيترفق على حق اللي بيتبول جوه المسجد. تمام. وبعدين في الأخير قال أهريقوا، أي يعني أسيروا عليه، كبوا عليه دلو من الماء. الله. فشوف